نمشيو لفاس ناخذوا إلهام. السلام عليكم. عليكم السلام إلهام. الله يجزيك بخير أستاذة. بغيت نسول الدكتور معتوق على واحد الموضوع عندي، ما عرفتش عنده زعما فيه زعما يجاوبني عليه ولا يقول لي لا. تفضلي على الدكتور كيسمعك ويجاوبك إن شاء الله. تفضلي. أنا عندي واحد حاجة خاصة بالفيزا، كنت سافرت أنا لإيطاليا وفاش رجعت في المطار مش خرجت بدون ما يسجلوني، ما عرفت المهم صار مشيت ندفع الفيزا الثانية قالوا لي. شكون اللي ما سجلكش في إيطاليا ولا في المغرب؟ لا في المغرب. أنت دخلتي للمغرب ما سجلوكش؟ دخلت للمغرب. ولكن كنتي خارجة من إيطاليا سجلوك؟ نعم سجلوني. دابا أنا غادي نقول لك أستاذ ما عرفاش أني بأن ما سجلونيش. لا غير جاوبيني أنا على السؤال، في طاليان ملي كنتي جاية من إيطاليا طبعوا لك الباسبور جواز السفر ديالك، وملي دخلتي للحدود المغربية الشرطة ديال الحدود المغربية ما طبعولكش؟ أيه. مزيان كملي. فجاو مشيت جلست واحد المدة من بعد جيت شي شهر هكاك وهما يعيطوا لي من هنا عندنا من الدار البيضاء من قالوا لك انت واش مازال في قالوا لك واش مازال في ايطاليا قالوا لي انت واش راكي في المغرب قلت لهم انا في المغرب قالوا لي ولكن لا انت في نظر القانون راكي ما دخلتيش للمغرب. وانا دخلت للمغرب ويعني قلت لهم انا في المغرب كنهضر معاك هما قالوا لي غادي تجي عندنا. ايه مشيتي عندهم؟ مشيت لعندهم استاذ. ايه قالوا لك كيفاش تدخلتي؟ لا عار شاف وقالوا لي انت يا ما جيتيش عند البوليس المطار ديال المغرب البوليس ما طبعي لك دخل. أيه. وفي نظرهم ديك الساعه اللي عندك الوقت باش ترجعي الفيزا وما رجعتيش طبعوا لك عندنا بانك راكي انت حرقتي ما دخلتيش للمغرب. قلت له استاذ وانا كنهضر معك دابا جيت عندكم وكنهضر معك قال لي ولكن هذيك شفويين ايه ولكن عندنا في القانون هنايا دابا هنايا راه كيف فاش كندخلوا لهذا كنلقاوك انت ما دخلتيش للمغرب. جيت انايا قالوا لي جيبي الباسبور واجي عندنا. ديت الباسبور ديالي مشيت لعندهم تما الدرب المعارف واحد الاداره تماك وجيت من فاس جيت انا من فاس وفاش فاش وليت دفعت الفيزا الثانيه ما عطاوهاليش. اييه دفعت الفيزا الاولى والثانيه وما عطاوهاليش شوف نفس الوثائق اللي كنصوب وما عندها علاقه لا الفيزا بهذا الشيء ديال عيطوا لك البوليس هذه كيفاش رسل؟ ما عندها علاقه الفيزا ما عندها علاقه بهذا الشيء ديال البوليس ولكن هما قالوا لي بان ما دخلتش. لا ما عندهاش علاقه ما عندهاش حيت ايطاليا بالنسبه لهم راكي خرجتي صافي دخلتي في واحد التاريخ وخرجتي في واحد التاريخ وهما هنا في المغرب عيطوا لي قالوا هذاك مشكل عندك في المغرب ماشي مع ايطاليا ما عندهاش علاقه بالفيزا مع ايطاليا استاذ لا ما عرفت ما عندهاش مع ايطاليا. انا كنجاوبك على السؤال ديال علاش ما عطاونيش التاشيره شنو ندير وحطي السؤال مزيان قولي لي شنو ندير ما تقوليش ما عطاونيش التاشيره اذن راه مازال عندي المشكل. واخا استاذ الله يرحم والديك ما فهمتش شنو ندير دابا. دابا انت دابا شنو ديري باش شنو بغيتي تصلحي واش التاشيره ولا بغيتي البوليس يطبعوا لك في الباسبور؟ لا بغيت الفيزا باش ناخذ الفيزا اللي كنفعها. لا 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 راه هذيك ما عندها علاقه بالفيزا الفيزا خصك تشوفي الدوسي ديالك شنو ناقص فيه وشنو ما مزيانش شنو ضعيف صافي. اما بالنسبه ليهم راكي دخلتي انت من ايطاليا دخلتي بحالك للمغرب بالنسبه لايطاليا السلطات الايطاليه الشرطه ديال الحدود الايطاليه عندي المشكل معاهم المغرب. شكون اللي كيعطي الفيزا للمغرب؟ هما طبعوليش انا ما عرفتش علاش. شكون اللي كيعطي الفيزا؟ المغرب؟ المغرب يعطيوها لي باش نمشي مع المغرب ما طبعوليش ما جابونيش علاش. بغيتي نخرج لكم التليفون. شكون اللي كيعطي الفيزا؟ شكون اللي كيعطي الفيزا؟ واش المغرب؟ في المغرب. واش المغرب اللي كيعطيك الفيزا؟ واش السلطات المغربية اللي كتعطيك الفيزا؟ لا ايطاليا. مزيان. إذن راه المشكل عندك مع إيطاليا لالا شوفي الملف ديالك ديال التأشيرة شنو فيه ما كاملش. دابا المشكل البوليس في المطار ما عنديش مشكل. ما عندكش مشكل الله يرحم الوالدين. ماشي ما عندكش ماشي ما عندكش مشكل ما عنده علاقة بالفيزا وأنا سحب لي حيت ما طبع ما طوالي سحب لي عنده لا 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 ما عنده تعلق ما عنده تعلق بالفيزا. دابا ما نطالبهم هنا حتى بحاجة ندفع دوسي ديالي كما هو عادي هو الناقص. سخفتينا حيت لالا حيت لالا انت دابا دخلتي حيت لالا انت دخلتي بجواز السفر ديالك والتاشيره من المغرب ركبتي في الطياره فين نزلتي في روما؟ لا فاش مشيت نزلت ميلانو. مشيتي لميلانو دخلتي لميلانو دخلتي في المطار قبطوا البوليس طبعا في الباسبور مزيان دوزتي الايام ديالك تما رجعتي بحالك ملي رجعتي جيتي للمطار ديال ميلانو. لا منين جيتي؟ فاس جيت مطار فاس. يا ودي منين جبتي بعدا من طاليان فينا مطار ركبتي؟ فاش ركبت تما؟ اييه يركبوا عليك ان شاء الله المطار اللي جيتي في ايطاليا اين مطار؟ بيلغامو. بيلغامو دخلتي للمطار ديال بيلغامو؟
عطيتيهم الباسبور ياك؟ أيه. طبعوا لك فيه. أيه. دابا بالنسبة لإيطاليا أنت دخلتي وخرجتي صافي ما عندناش مشكل معك. أيوة وش فين عندي المشكل دابا؟ دابا عندك المشكل الباسبور ديالك ديال المغرب الشرطة ما طبعتكش فيه؟ أيه. اللي خصهم يطبعوا لك فيه؟ وعندك مشكل آخر مستقل ما عنده حتى علاقة بهذا اللي هو التأشيرة ديالك، شوفي الملف ديالك شنو ناقصه. الله يرحمه. يعني غترجعي للسفارة اللي طلبتي منهم التأشيرة، قولوا الله يجازيكم بخير، قولوا لي غير شنو ناقص في الملف ديالي وغيقولوا لك شنو. الله يوفقك لله. شكرا بارك الله فيكم. شكرا سلام. بارك الله. شكرا.